مشاهدينا اهلا بكم والنشرة الجوية. ارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة لوجه البحر والقاهرة وجنوبا وجنوب سيناء، حار شمالا نهارا لطيف ليلا، وتنشط الرياح لوجه البحر والقاهرة مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة. وعن التوقعات الثلاثة أيام القادمة نبدأ من القاهرة. الأحد 23-37، 2-23-38، الثلاثاء 23-37، أما عن شرم الشيخ الأحد 26-37، الاثنين 26-38، والثلاثاء 26-39، وأخيرا مع الأقصر الأحد 25-41، الاثنين 25-41 أيضا، والثلاثاء 26-42. ونتعرف الآن مشاهدينا على بيان تفصيل درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله. القاهرة 23-37، الإسكندرية 21-32، دمياط 20-29، بورسعيد 21-31، العريش 20-32، رفح 19-31، الإسماعيلية 22-38، السويس 22-37، مطروح 20-33، وادي النطرون 21-36، المنصورة 22-37، طنطا 21-37، دمنهور 21-36، سانت كاترين 14-31، الغردقة 26-36، شرم الشيخ 26-37، الفيوم 23-38، المنيا 24-38، أسيوط 23-39، سوهاج 24-40، قنا 25-40، الأقصر 25-41، الوادي الجديد 25-40، أسوان 26-42، حلايب 26-32، شلاتين 25-35، أبرمد 24-34، رأس حدربة 25-32.